مش التمريرات الكتير في نص الملعب اللي كان مانويل جوزيه بدأ بيها في بداية القرن وانتقل بيها حسام البدري ومحمد يوسف وأيضا شادي الأهلي. أدي حسام عاشور، حسام يلعبها ناحية اليمين مرة تانية حمودي، حمودي يلعب العرضية، مش ممكن مش ممكن، ياه يا 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 ضربة رأسية من محمد شريف يا دوب بتمر بجوار القائم، ما لعبش خالص تحت راس الحرب. ادي الكرة البينية توصل تاني لناصر ماهر، يا سلام على التمريرة البينية وادي العرضية، مش ممكن، ياه يا يا على العرضية ليه مروان محسن بتطلع يا دوب بجوار القائم الأيمن، ياه يا شوفوا الكرة اتلعبت عرضية ازاي، مش ممكن. الوحيد اللي انضم في مركز رأس الحربة في كأس في قائمة كأس العالم، اتلعبت العرضية معدية، محمد شريف بيقدر يعدي في الحتة ديت، لعبها لورا لأيمن أشرف، هيلعب العرضية، وادي العرضية يا ولد يا ولد يا مروان يا محسن، بقول لكم تطور كبير جدا في المباراتين الأخيرتين لمروان محسن على المستوى التهديفي وعلى المستوى التحرك بدون كرة وعلى مستوى أداء الوجبات الدفاعية. بيبص أهو على مكان وقوف لعيب النادي الأهلي، وادي التسديدة عالية إلى خارج الملعب أوي، عالية بعيد عن المرمى خالص. أول ما كان النادي الأهلي بيستلم الكرة كان بيرجع كده حسام عاشور، عفوا السولية، يرجع بين قلبي الدفاع شوية، الكرة البينية يطلع محمد هاني بيه من مالي، وادي وليد سليمان بقى النجم الكبير واللاعب، التسديدة خارج الملعب بره أوت، لعبها على الأرض لناصر ماهر لوليد سليمان، وليد يا سلام على اللمسة الحلوة، يا سلام ميدو جابر، هو جول هو جول، وحطها ضعيفة في إيد الحارس أجاي، يا سلام. أدي مروان محسن لعبها مرة تانية لناصر ماهر، هيجري مين المرة دي، جرى مروان وعدى مروان، مش ممكن، ياه مش ممكن مش ممكن يا مروان، ياه يا الكرة، سامعين صوت قطوعة تاني من أيمن أشرف، ياخدها مروان محسن لأيمن أشرف ناحية شمال، يلعب عرضية، عرضية خطيرة خطيرة، وليد وليد، مش ممكن، ياه مش معقولة مش معقولة الفرص اللي بتضيع دي، مش معقولة الفرص اللي بتضيع دي، فرصتين في دقيقة واحدة من مروان محسن ووليد سليمان. ادي الاستلام بتاعه جت على يمينه، لو جت ايمن لوليد سليمان، وليد 16 هدف افريقي بقميص الاهلي، وادي على طول مروان، مروان ويا مش ممكن، مش معقولة يا ميدو يا جابر، يا مش معقولة يا ميدو يا جابر، ده هي ايه يبس يحطها في الزاويه البعيده اللي هناك اللي هي الزاويه اليمين لمرمى الحارس دانييل اجاي، يلفها كده بوش رجله بشماله اللي هي مشهوره ان هي بتسدد في المكان دوت، ناصر ماهر اللي يحطها ناحيه الشمال عند مروان محسن، نقلت على طول في اليمين لناصر وعدى وعدى، مش معقوله مش معقوله يا راجل، كريم ندفد يلعبها بالعرض، مش معقوله يا ميدو جابر، لا 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 لا, لا. يعني كان ميدو جابر بيطالب انه يشترك اساسي النهارده يا راجل، جات لك فرصه ذهبيه. لعبت رميه التماس، ولكن في هذه اللحظات يطلق حكم المباراه صادق سلمي التونسي صافره النهايه معلنا انتهاء اللقاء بفوز النادي الاهلي 2-0، الهدفين بتوع الشوط الاول هم اللي انتهى بيهم اللقاء، ناصر ماهر في الدقيقه 9 ومروان محسن